أهلا بكم وحلقة جديدة من مال وأعمال نتابع فيها آخر التطورات الاقتصادية. أنا إنجي طاهر. لم تترك الأزمة الروسية الأوكرانية منذ 24 من فبراير الماضي دولة أوروبية إلا وتركت بصماتها على اقتصادها بعد ارتفاع التضخم بالطبع إلى مستويات غير مسبوقة. هذا هو موضوع فقرتنا الأولى مع ضيفي شريف نبوي المحلل الاقتصادي. أما فقرتنا الثانية سنناقش فيها تأثير حالة عدم اليقين للاقتصاد العالمي على قطاع التأمين من خلال ضيفي الدكتور عادل موسى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين السابق. لكن البداية دائما مع أبرز الأخبار. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قضية تغير المناخ تواجه نقصا في التمويل. وفي كلمته خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشار الرئيس إلى الحاجة إلى 800 مليار دولار حتى عام 2025 لمواجهة قضية أزمة المناخ، مشيرا إلى الحاجة إلى رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية. الحقيقة المؤتمر أو المنتدى هنا بيؤكد على أن جهود التكيف مع أثار التغير، تغير المناخ، لا تزال يعني بتعاني نقص من التمويل. ورغم ان انا بتفق مع الكلام اللي بيتقال ان مجابهه التغير او مجابهه تكلفه التغير افضل كتير من التكلفه اللي هيعملها التغير نفسه، وبالتالي بنتكلم على 800 مليار دولار سنويا للتخفيف من حده تغير المناخ بحلول عام 2025. البلدان الناميه محتاجه الرقم ده، رغم ان هي اذا بنتكلم على ان 20 دوله فقط هي المسؤوله عن حوالي 80% من الاثار، فاتصور ان من العداله والموضوعيه ايضا ان يبقى المساهمه الاكبر من جانب هذه الدول المعنيه في دعم الدول الناميه بالرقم اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. هذا واوضح الرئيس السيسي ان مصر تمتلك قدرات هائله لانتاج الطاقه المتجدده من الشمس والرياح، مشيرا إلى أن استثمارات مصر الخضراء بلغت 40% من إجمالي الاستثمارات العامة. مهم أوي إن احنا نشير إلى أهمية تطوير التقنيات التكنولوجية وتعزيز الابتكار للمساهمة في إيجاد عالم خالي من الانبعاثات الحرارية. وإحنا هنا في مصر أيضا في النقطة ديت عاملين برامج ضخمة جدا للطاقة الجديدة والمتجددة عشان نقلل جدا من استخدام المحطات التي تعتمد على الطاقة الأحفورية بكل أنواعها. وبالمناسبة إحنا لدينا الفرصة إن إحنا يعني نولد عشرات الآلاف من الميجاوات من هذا المجال، سواء كان بطاقة رياح أو طاقة شمسية. لدينا يعني إمكانيات ضخمة جدا جدا تستطيع مصر من خلالها إن هي تساهم مساهمة جيدة في إنها تقدم طاقة نظيفة، سواء كانت طاقة كهربائية أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وده جهد احنا شغالين فيه برضو بشكل كويس. ولفت الرئيس إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمناخ، مشيرا إلى أن محطة بنبان في أسوان من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم. اسمحوا لي أقول لكم أن احنا أيضا أطلقتنا الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، واللي هي بترتكز على موضوعات الأمن المائي والغذاء والطاقة، بالإضافة إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نوفي اللي يمكن أعلنتها الدكتورة وزيرة التعاون الدولي لحشد التمويلات بالتعاون مع الشركاء الدوليين المعنيين بقضية تغير المناخ. زي ما قلت كده إن احنا لدينا جهود متعددة في إنتاج الطاقة المتجددة. احنا عندنا محطة بنبان في أسوان، دي يمكن من أكبر محطات إنتاج الطاقة الشمسية، ومستمرين في هذا المجال. كما أكد رئيس السيسي أهمية الجهود الأممية لتقديم المنح لضحايا الكوارث البيئية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لديه القدرة لسد الفجوة التمويلية المطلوبة لمواجهة التغيرات المناخية. نؤكد على أهمية تكاتف الجهود الأممية والأطراف ذات الصلة لتقديم الإعانات والمنح اللازمة لضحايا الكوارث البيئية. أنا بهني المبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ السيد جون كيري على كلماته الملهمة وعلى المسؤولية والموضوعية اللي اتسمت بيها
كلمته وتقديره لحجم التحدي وأيضا الإرادة في المشاركة في مجابهة هذا التحدي. وإحنا بنتطلع إلى المزيد من التعاون مع الولايات المتحدة في مجال التكيف والتخفيف من أثار التغير في إفريقيا، لا سيما فيما يتعلق من إنشاء مزيد من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتدوير المخلفات فضلا عن الدعم الفني للدول النامية. يعني أنا بشيد بالشراكة المتنامية بين مصر والبنك الأوروبي، وبنتطلع للبناء على هذا التعاون وتعزيزه خلال الفترة القادمة. وستجدوا أن احنا في مصر مجهزين مشروعات مدروسة بشكل جيد جدا وقوية وتساهم مساهمة يعني متميزة في هذا المجال، وطبعا دعم البنك الأوروبي لنا في هذا المجال هيكون له تأثيره في خروج هذه المشروعات وتنفيذها في الوقت في أفضل وقت. يعني لتفاصيل أكثر عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة ينضم إلينا مراسلنا محمد أبو عيطة. أهلا بك محمد، إليك الكلمة. إنجي تحياتي. يعني يوم طبعا بدأ منذ بعد ظهر اليوم، ويوم عمل يعني نستطيع أن نطلق عليه يوم صراحة، يعني صراحة في كل المواقف وفي كل البيانات والإحصاءات والأرقام. جلسات العمل وورش العمل التي شهدتها هذا اليوم بالإضافة إلى المائدة المستديرة أيضا كانت صريحة وواضحة للغاية. الجميع يدرك أهمية هذه المشكلة ويتحدث من منطلق مسؤولية. كان ذلك لافتا في كلمات كل الوفود التي شاركت وكل من عرض تجاربه الخاصة سواء من الدول الإفريقية أو من مصر أو من مؤسسات التمويل الدولية أو حتى في قمة المبعوث الدولي للمناخ، المبعوث الأمريكي للمناخ، وأيضا كافة المشاركين. نستطيع أن نقول بأنه هذا اليوم برهن على أنه قمة المناخ المنتظرة خلال شهرين فقط في شرم الشيخ سيسودها كثير من المسؤولية ويعني تحلي بالمسؤولية من مختلف الأطراف. نستطيع أيضا أن تعول الأطراف الإفريقية خاصة المشاركة في اجتماعات اليوم على نتائج إن شاء الله ترضيها من خلال هذه القمة. تعلمين بأنه مصر تستضيف القمة المرتقبة ممثلة طبعا عن قارة أفريقيا بشكل عام، وتعلمين بأنه يعني كل طرف أو كل دولة بتستضيف يعني هذه القمة تباعا عاما بعد عام، فهي تمثل فيما تمثل قارتها بشكل عام باعتبار أن قضايا المناخ بشكل خاص هي قضايا عابرة للحدود. الوزراء الأفارقة اليوم الذين أتوا أيضا وشاركوا في عديد من محاور النقاش كانت لهم مساهمات وعرض تجارب تنموية خاصة بهم، خاصة الوزير الجابوني المسؤول عن أو المعني بالتصدي للمناخ عرض أيضا قضية دولته وبعض الإجراءات التي تم اتخاذها هناك لمجابهة هذا التحدي. طبعا كان لافتا إنجي خلال كلمة الرئيس هو أنه تحدث ليس فقط عن مصر ولكن أيضا تحدث بشكل عام حول مختلف الأطراف الإفريقية. كانت كلماته أيضا شفافة ووفية فيما يتعلق بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وخاصة العشرين اقتصاد الأكبر في العالم الذي يعني الذين يعتبر مسؤولون طبعا مسؤولين بشكل خاص عن 80% أو أكثر من الانبعاثات الكربونية والتلوث الذي يضر بالبيئة. فكان لافتا أيضا يعني تحميل هذه الأطراف جميعها لمسؤوليتها وأيضا تعويل الأفارقة من خلال كلمة الرئيس السيسي اليوم على يعني أن تتحلى الدول جميعها بمسؤوليتها تجاه الوفاء بالتزاماتها المالية خاصة تلك التي تعهدت بها خلال قمة كوب 26 التي عقدت في بريطانيا والتي تعهدت من خلالها بمنح الدول الإفريقية 100 مليار دولار حتى عام 2030 لمساعدتها على التكيف وعلى التصدي للتغيرات المناخ. كان لافتا أيضا يعني تصريح الرئيس بأنه العالم يحتاج إلى حوالي 800 مليار دولار لكي يتغلب على آثار المناخية، كما أيضا لم يفوت الفرصة ليعني
يعني التحدث عن تجربة مصر خاصة في تحقيق التنمية المستدامة. تعلمين طبعا بأنه التنمية المستدامة كمصطلح هي تعبر عن أنه التنمية التي تأخذ في اعتبارها حقوق الأجيال المقبلة، وبالتالي فهي لا تغفل حقوق الأجيال من تقليل الانبعاثات الضارة التي من المحتمل أن يتسبب فيها المشروعات التي تتم في هذه اللحظات أو في الوقت الحاضر. وبالتالي فإنه الرئيس أيضا عرض مخططات الدولة المصرية التي تجري الآن من أجل إنشاء أكثر من 20 مدينة من مدن الجيل الرابع، وهي طبعا مدن صديقة للبيئة بشكل تام، ويعني تأخذ في اعتبارها كل المعايير المتعلقة بهذا الأمر، إضافة طبعا إلى مشروع حياة كريمة ويعني عملية التنمية المرتقبة والتي بدأت بالفعل في مرحلتها الأولى في يعني حوالي والتي تمس حوالي حياة حوالي 60 مليون شخص في جميع المحافظات. وأيضا يعني حتى تحدثوا عن هذه المدينة التي تستضيف هذا الاجتماع الهام، هي مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وهي طبعا واحدة من هذه المدن التي تأخذ في اعتبارها الاعتبارات المناخية بشكل عام في أثناء إنشائها وفي أثناء عملها في هذه الفترة. أيضا كان لافتا أنه حديث المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري يعني قام بالثناء والشكر للرئيس السيسي، وأيضا قدم شكره وإعجابه لبرنامج نوفي، ذلك البرنامج أو هذه المنصة التي تستهدف ضمن محفظتها المالية حوالي 26 مليار دولار كقيمة محفظة بشكل خاص، محفظة استثمارية بشكل خاص توجه لكل المشروعات الصديقة للبيئة وعملية التحول للاقتصاد الأخضر في داخل جمهورية مصر العربية من طاقة ومن زراعة وعمليات تصنيع زراعي تأخذ في الإمكان أيضا يعني كافة الاعتبارات المناخية المتعلقة بهذه القضية. تحدث الرئيس طبعا عن القارة بشكل عام واحتياجها ويعني أهمية أن تفي المنظمات والمؤسسات التمويل الدولية يعني خاصة مصر دائما ما تأخذ قضايا القارة الأفريقية بشكل عام على عاتقها في أي محفل دولي. على كل حال بشكرك شكرا جزيلا محمد أبو عيطة مراسلنا حول كل هذه المعلومات وكل هذه التفاصيل. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار الأراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين في إطار الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة المزيد من التيسيرات، وذلك جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات. ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة لتجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية بنظام التملك وحق الانتفاع. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إقامة مشروع جديد يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت مسمى شركة بدر وعصفور للصناعات الهندسية والمعدنية، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 211 متر مربع بالمنطقة الصناعية بالمطهرة بمحافظة المنيا. من المقرر أن تقام المنطقة الحرة الخاصة بغرض تصنيع وتشكيل جميع الأجزاء المعدنية وغير المعدنية المتنوعة والمتعددة لأجهزة التكييف المركزي، ويلتزم المشروع بالتصدير لخارج البلاد بنسبة لا تقل عن 80% لكافة الأنشطة، ويتيح فرص عمل لنحو 510 عاملين من بينهم 500 عامل مصري و10 أجانب فقط. وإلى البورصة المصرية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 94% مغلقا عند مستوى 10232 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة كما نتابع بنسبة 61% مغلقا عند مستوى 2262 نقطة، في حين هبط مؤشر EGX 100 بنسبة 66% مغلقا عند مستوى 3239 نقطة.
وإلى الشأن العالمي، نما اقتصاد منطقة اليورو بأعلى من التقديرات الأولية خلال الربع الثاني من عام 2022 بدعم من انتعاش انفاق الأسر على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية المتصاعدة. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 0.8% خلال الربع الثاني، وعلى أساس سنوي سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 4.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2022. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن فرض السقف على أسعار الغاز المصدر من روسيا قرار ليس له أفق، مشيرا إلى أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع في أسعار الوقود الأزرق في الأسواق. وقال بوتين في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي إن الأوروبيين بعد ارتفاع أسعار الغاز يفكرون في كيفية معالجة المسألة، إلا أن الحد من السعر بواسطة قرارات إدارية سيؤدي إلى مزيد من النمو في الأسعار في الأسواق العالمية. وتراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم، فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.8% لتصل إلى مستوى 89 دولار و28 سنتا للبرميل. كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي بنحو 4% عند مستوى 83 دولار و25 سنتا للبرميل. أما عن أسعار الذهب فقد ارتفعت عالميا خلال تعاملات اليوم كما نتابع. ننتقل إلى الصين، حيث نمت الصادرات الصينية خلال أغسطس بأبطأ وتيرة في 4 أشهر، حيث أدى ارتفاع التضخم إلى شل الطلب الخارجي وعطلت القيود الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا الإنتاج هناك، ما ساهم بالطبع في ضعف الانتعاش الاقتصادي. وأظهرت بيانات هيئة الجمارك الصينية نمو الصادرات بنسبة 7.1% على أساس سنوي في أغسطس لتصل إلى 314 مليار و 920 مليون دولار، متباطئة من ارتفاع بلغ 18% في يوليو 2022. بعد الفاصل لقاء مع شريف نبوي المحلل الاقتصادي لمناقشة الأدوات التي تساعد أوروبا على تجنب الركود التضخمي، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. الركود التضخمي هو التخوف الأول للدول الأوروبية خلال هذه الفترة، والأرقام تؤكد أن منطقة اليورو تتجه للأسوأ، حيث سجل معدل التضخم في المنطقة رقما قياسيا جديدا عند مستوى 9.1% في أغسطس الماضي. نتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفنا شريف نبوي المحلل الاقتصادي. أهلا أستاذ شريف. أهلا وسهلا. خلينا نبدأ باجتماع المركزي الأوروبي غدا، توقعاتك إيه؟ هل 75 نقطة أساس؟ في توقعي هيبقى 75 نقطة أساس، نتيجة طبعا كل الأحداث اللي حاصلة، ونتيجة طبعا ارتفاع التضخم الكبير اللي بنشهده، نتيجة طبعا أزمة الطاقة، وكمان عشان يدوا سبورت لليورو اللي نزل تحت الواحد دولار، اللي بيعمل عندهم دبل امباكت انفليشن او بيزود عندهم الاسعار بالظبط، بيعمل لهم تاثير مضاعف، فلازم يدوا سبورت لليورو. ففي اعتقادي ان هو هيبقى 75 نقطه اساس بعد ال 50 نقطه اساس اللي رفعوهم المره اللي فاتت، عشان يحاولوا يواجهوا شويه ارتفاع الاسعار الجنوني اللي موجود بسبب ازمه الطاقه في اوروبا. وتوقعاتك انه ده ممكن ينجح؟ لا طبعا، هو المشهد متأزم، يعني ده ممكن يساعد شويه، لن يكون كافي يعني. لا يعني لسه طبعا، لان انا في اعتقادي ان لسه القرايات الانفليشن اللي جايه في اوروبا هتكون ازيد، يعني اعتقد ان احنا ممكن نشهد في خلال الكام شهر اللي جايين نشوف 10% وفيما فوق ال 10%، فهيكون الحقيقه المركزي الاوروبي في مأزق. هل هيكمل رفع فوائد بطريقه اجريسيف؟
لان كمان عندهم مخاوف من الركود، فهيبقى صحيح. ركود تضخمي، فهيبتدوا يخشوا في مشاكل اكبر، فهم هيبقى في تحديات كبيره لحد ما الازمه الروسيه الاوكرانيه او العقوبات ممكن تبتدي تخف، عشان الازمه اللي موجوده نتيجه الطاقه تتحل. يعني ما اعتقدش ان السيتويشن هيتحل الا لما ازمه الطاقه تتحل في اوروبا كلها. يعني هنتطرق طبعا لازمه الطاقه، هي فاعل رئيسي في هذه المعادله، ولكن خليني اسالك استاذ شريف عن فكره التضخم، ازاي غيرت من سلوك السلوك الاستهلاكي للمواطنين في اوروبا بشكل عام؟ هو طبعا بيبتدوا يغيروا، يعني لو حد بيبقى مثلا لو شعب استهلاكي او ناس بتبقى استهلاكيه بشكل ما، طبعا كل الحاجات دي بتقل، لان التضخم لما بيبقى زياده عن حده بياكل رؤوس الاموال. يعني مهما الناس بتبقى شايله فلوس او كده بياكل رؤوس الاموال، فلو حد مثلا بيشتري سلع مش السلع الاساسيه بس، بيتجهوا ان هم يشتروا سلع اساسيه فقط لا غير. فطبعا كمان التضخم مش ناتج بس عن السياسه الاستهلاكيه بتاعت الناس اللي هو رفع الفوائد بيعالجها، ولكن ايضا المشكله كمان ان احنا كان عندنا ازمه في سلاسل التوريد. فالسلع مش موجوده فاسعارها بتزيد، سبيسيفيكلي كمان السلع الأساسية. فطبعا المواطن الأوروبي مضغوط أو المواطنين الأوروبيين مضغوطين، السلع مش موجودة صحيح. وفي نفس الوقت الأسعار بتزيد بشكل جنوني، لأن طبعا الطاقة كمان، أزمة الطاقة اللي احنا نتكلم عنها بتأثر على جميع أسعار السلع. لما أسعار الطاقة بتزيد كل أسعار السلع بتزيد. طيب فيما يتعلق بسلاسل التوريد هسأل حضرتك سؤال، ولكن خلينا نأجله واسألك عن الضغوط اللي بيتعرض ليها المواطن الأوروبي. احنا بنتكلم انه بدأ يبقى فيه بالفعل اضطرابات سياسية في دول أوروبية عديدة، بنتكلم عن تظاهرات شعبية، بنتكلم عن 70,000 اللي خرجوا في التشيك، بنتكلم عن الاعتصام اللي حصل قدام مصنع التسليح في ألمانيا، والمظاهرات اللي في كولونيا وفي ساكسونيا في ألمانيا، بنتكلم عن شرطة سويسرية بتتكلم عن انه احنا بنتأهب لسيناريو من أعمال الشغب والثورات، الشرطة البريطانية أصدرت بيانات مشابهة. تأثير ده ممكن يكون إيه على التعامل أو الخطة الاقتصادية أو الأدوات اللي ممكن هذه الدول تتخذها؟ هي المشكلة إن هم الأزمة الطاقة بره أيديهم بعد العقوبات الأخيرة اللي أصدروها، فده مخلي الموضوع بره أيديهم شوية. الشعوب طبعا التأثر الاقتصادي يعني أهم حاجة بالنسبة لأي مواطن، إن هو يبقى اقتصاديا مرتاح أو الدنيا تبقى مرتاحة يعني. ولكن نتيجة كل الأحداث اللي حصلت والاتجاهات اللي هم اتجهوها سياسيا، ده اللي أثر على الوضع الاقتصادي الأوروبي. فالمواطن عارف كده، المواطن ثقافته هناك عارف إن الاتجاهات الاقتصادية السياسية اللي هم اتخذوها هي اللي أثرت على الموضوع ده، اللي عامل غضب شعبي أو ده اللي عامل المشكلة الحالية. فهل ده هيستمر إلى أن يغيروا السياسة اللي اتخذوها عشان يعالجوا الأمر؟ هتفضل المشكلة الاقتصادية في تفاقم، لأن الاقتصاد العالمي كله في مشكلة، وهم بالأخص في مشكلة أكبر من الاقتصاد العالمي. فهتفضل المشكلة يعني الضغوط هتتزايد حتى من قبل الشعوب، ولكن الأدوات هي تقريبا إلا لو ابتدوا يغيروا من السياسات. فهل بقى الغضب الشعبي هيخليهم يغيروا من السياسات أو لأ؟ هيبقى على حسب، هنشوف يعني. طيب لما كنا بنتكلم عن أزمة سلاسل الإمداد، يمكن لازم نتكلم عن تأثيرات موجات التغير المناخي اللي تعرضت لها أوروبا، تأثيرات الجفاف الواسع اللي حصلت في أوروبا، خاصة في عملاق الصناعة الأوروبي ألمانيا على سبيل المثال. مزبوط. احنا بنتكلم عن مصانع بدأت تتكلم عن فكرة انه احنا هنوقف خطوط للإنتاج بسبب أزمة الشحن بعد مثلا أزمة نهر الراين على سبيل المثال. بالزبط. توقعات حضرتك إيه بالنسبة للنقطة دي؟ هي الفكرة أن التغير المناخي يعني أمر حتمي، يعني مش يعني هو طبعا في العالم كله بيتجه أن هو يحاول يعالج الأمر، وفي توجه عالمي أن الموضوع يعالج، بس الموضوع مش هيعالج في يوم وليلة. الموضوع مش هيعالج في يوم وليلة، ولكن ده طبعا هيأثر أكتر على مشكلة سلاسل الإنتاج وعلى مشكلة الصناعة في ألمانيا. الحقيقة الاقتصاد الألماني في خطورة بالغة، فلازم يتخذوا إجراءات سريعة.
سواء الـ الـ يعني المسؤولين على الاقتصاد الألماني أو المركزي الأوروبي عشان ما يحصلش هزة، لأن الاقتصاد الألماني لو اتهز الاقتصاد الأوروبي كله هيبقى في مشكلة كبيرة. طيب أخيرا ننتقل إلى النقطة الخاصة بالطاقة. تأثيرات قطع الإمدادات الروسية عن أوروبا هتكون إزاي، خاصة مع فكرة زيادة الضغط ناحية السقف للأسعار الغاز الروسي؟ هو الحقيقة موضوع سقف الأسعار ده أنا مش فاهمه قوي، يعني مش فاهم يعني لو حد ما عندوش كنترول على حاجة إزاي يحط لها سقف. فيعني أنا عندي أزمة فبحط سقف عشان أحاول أواجه التضخم، فالموضوع صعب إلى حد ما. فأعتقد أن المشهد موضوع سقف الأسعار مش هيؤثر بالإيجاب على أوروبا إطلاقا، هو الحل أن الموضوع يحصل فيه تفاهم عشان أزمة الطاقة تتحل، وإما الموضوع هيتتفاقم مع الوقت مش هيتحل. بشكر حضرتك أستاذ شريف نبوي المحلل الاقتصادي على كل هذه التحليلات. شكرا. وبعد الفاصل نستضيف الدكتور عادل موسى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين السابق للحديث عن مستقبل قطاع التأمين العالمي في ظل تحريك البنوك المركزية لأسعار الفائدة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تأثير التباطؤ الاقتصادي وبيئة التضخم المرتفع على أسواق التأمين مع ارتفاع تكاليف المطالبات في تأمينات الممتلكات أكثر من تأمينات الحياة، هذا ما سنناقشه مع ضيفي الدكتور عادل موسى رئيس شركة دلتا للتأمين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين السابق. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. خلينا نبدأ بحجم تأثر قطاع التأمين بالتضخم العالمي الحاصل حاليا. هو قبل ما نقول الحجم يعني عشان نشخص المشكلة بطريقة سلسة شوية، احنا دايما بنقول ان التأمين ده مرآة للاقتصاد دايما، ده بصفة أساسية. اذا ما كان في استثمارات وفي مؤشرات إيجابية بيكون ده بينعكس على أقساط التأمين وبالتالي على معدلات النمو الأقساط في قطاع التأمين حقيقة. ولكن برضو التأمين بيتأثر بعناصر أخرى قد تدفع إلى النمو حقيقة. زي إيه؟ زي مثلا في الثورة، يعني ثورة 25 يناير لما حصلت في مصر تعرضت البلد لبعض الأخطار ما كانتش بنتعرض ليها خالص في 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 سابقا، وبالتالي ما كانش هناك التفات الى التامين على هذه الاخطار. ظهر ما يسمى بالبوليتيكال فايلنس اللي هي الاخطار السياسيه، ودي عملت معدلات نمو كبيره جدا في السوق المصري قد تصل في السنوات الاولى الى 15% هي في معدلات الاخطار، لان كل الناس تنبهت ان هناك خطر ما كانش مؤمل عليه وبالتالي بدات تستجيب. يبقى تم توسيع النطاق اللي بتعمل فيه. ده سمه لصناعة التأمين بتوجد حيث يوجد الخطر دايما. صحيح. طب حاليا هذا الخطر الاقتصادي طبعا احنا دلوقتي عشان برضو نشوف الحتة دي، احنا مرينا بأكثر من منعطف خلال الثلاث أربع سنوات اللي فاتوا. صحيح. كبير جدا، كان ليهم تأثير على الاقتصادات بشكل عام الدول، وعلى اقتصادات مصر بصفة خاصة، وعلى قطاعات التأمين الدولية و سوق التأمين داخل مصر. احنا مرينا بأول حاجة أزمة كورونا، دي كان لها تأثير كبير جدا على الاقتصاد وبالتالي على التأمين، وكان ببساطة كده الناس يعني عشان ما ندخلش الناس في حاجات تنظيرية شوية، كان أكثر تأثيرا بالنسبة للتأمين التعويضات التي لحقت بالقطاع الطبي في التأمين الطبي، لأنه كان شركات كتير جدا مأمنة للأوبئة وبالتالي تعرضت بشكل كثيف جدا لمطالبات، والكلام ده مش علينا احنا بس، ده علينا وفي العالم كله أكيد. فأكتر الخسائر في التعويضات لشركات التأمين كانت جاية من فرع التأمين الطبي يلي فرع الائتمان، لأنه لما حصل عزل الناس وإيقاف الحالة الاقتصادية والآخر حصل تعثر كتير جدا. صحيح. في موضوع الكريدت وبالذات كريدت انشورانس يعني طبعا
فده أدى إلى عدم استجابة الناس للسداد، وبالتالي التعثر، وبالتالي تعويضات في الفرعين دول كانوا واضحين جدا. طيب احنا دخلنا في مواضيع أخرى بعد هذا، يعني دخلنا في موضوع التضخم، والتضخم وصاحب زي ما بيقولوا تراكمي، يعني ركود تضخمي. بعديها ده أدى إلى برضو تغيرات كبيرة جدا في أسعار الطاقة، البترول بالذات ارتفع من 60 دولار للبرميل إلى 120، ما يقرب من 100. دي لها تأثيرات انعكاسية على كل الحالات الاقتصادية، وبالتالي صحيح. على التكلفة، وبالتالي على التأمين. دخلنا في موضوع ثالث، وهو تأخر الإمدادات، و يعني السلاسل الإمداد الكبيرة جدا دي أثرت كتير جدا برضو في الحياة الاقتصادية، وعلى ارتفاع تكاليف الشحن، وبالتالي على ارتفاع النولون والتأمين وما يصاحب هذا. أعقابها الحرب الأوكرانية الروسية، فده يعني كل الكلام ده لما نحطه في فترة بسيطة جدا له تأثير كبير جدا 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 على. طيب لو حضرتك تكلمنا عن أبرز وثائق التأمين اللي هتتأثر على المدى القريب، إيه هي؟ طيب هنقول برضو ده صاحبه في بعض الإجراءات اللي تم بتدخل الاقتصاد المصري، كل اللي احنا قلنا عليه عالميا احنا تأثرنا بيه جدا، فكان قامت الحكومة المصرية كان عكاس لهذا ببعض الإجراءات. عايز أقول لحضرتك على 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 فرع واحد بس، فرع تأمين السيارات. يعني احنا على سبيل المثال حصل انخفاض في استيراد السيارات من الخارج، ودي الارقام منشوره، بما يعادل حوالي 40%. انت عارف حضرتك السيارات دي يعني تامين، خدت بال حضرتك ازاي؟ وبالتالي انخفض عدد السيارات المؤمن عليها، ده هذا من ناحيه، من ناحيه عدد السيارات نفسها. طيب اللي حصل في التغيرات سعر الدولار والاستيراد والاخره انعكس على اسعار السيارات نفسها اللي موجوده في البلد. احنا شفنا زياده وازمه في خطوط الانتاج من اساسه في بعض من شركات أساسه السيارات دي العالميه، دي اللي اثرت في عدد السيارات، الرقم اللي احنا قلناه في انتاج السيارات، وبالتالي عدد السيارات المستورده. فقلت لحضرتك في انخفاض 40%. حصل تراكم بقى اكتر، وهو انه طالما انخفضت الكميه وارتفعت بعد موضوع برضو الدولار او تنظيم الاستيراد، حصل ارتفاع في اسعار السيارات اللي موجوده بشكل مضاعف. العربيه اللي كانت ب 400,000 بقت مليون دلوقتي كمان. طبعا ده شيء اثر بشكل كبير جدا، سلبي جدا، في وده التاثير المباشر. يعني اللي احنا لمسناه في نفس الشهر او في نفس الكوارتر او في نفس الست شهور. طب وسط كل هذه المعطيات يا دكتور، هل حضرتك بتتوقع حدوث نسبة نمو في قطاع التأمين في ظل هذا التضخم العالمي؟ طيب هنقول هيحصل معدل نمو، بس احنا بنسميه احنا التأمين ممكن او اقتصاديين يقدروا يقولوا عليه هيبقى مش تأمين، مش نمو طبيعي. ده نمو تصحيحي للارقام، زي ما قلت لحضرتك السياره اللي انا مأمن عليها ب 400,000 باخد عليها قسط 1000 جنيه مثلا. طيب لما بقت مليون هأمن عليها بمليون، هاخد 2500 جنيه. فاذا الزياده في القسط دي مش زياده نمو اقتصادي او نمو في نشاط التأمين، ولكن هو بالتأمين بالقيمه الحقيقيه. بدل بنقول على القيمة الإسمية والقيمة مع معدل التضخم في الأسعار، يبقى دي القيمة الحقيقية. إذن الهامش النمو اللي هيحصل اللي احنا شايفينه مش هيكون نمو حقيقي، هيكون نمو نتيجة التضخم اللي حاصل في الأسعار. احنا بنتوقع طبعا الكلام ده مش هيبقى على كل فروع التأمين قد يكون، لكن أشهر الفروع اللي ستتأثر بهذا هو فرع تأمين السيارات، ثم فرع تأمين الطبي برضو. ده يعني لأن ارتفاع تكاليف العلاج الطبي والأدوية والآخره، وأسعار الاحتجاز في المستشفيات والآخره،
تضاعفت برضو او زادت بنسبه، فبالتالي هيحصل نمو، هيحصل حركه تصحيحيه برضو بفئات الفروع، ولكن هتبقى بطيئه يعني مش بنفس مش بنفس يعني التامين عن ممتلكات الحريق يعني عشان يبقى لما يحصل الدوره كل عام يعني الوثيقه سنه، ففي التجديد هيحصل والحقيقه الهيئه العامه للرقابه الماليه اول ما حصل عندنا موضوع التغير في سعر الصرف ده احنا قمنا بمجهود، وهم طبعا تنبهوا لهذا والسوق كله تنبه لهذا، وبعتنا لكل العملاء بتوع الشركات ننبههم لهذا ان القيم الحقيقيه للممتلكات اللي بقت مؤمن عليها بقت اقل من قيمتها الحقيقيه، وبالتالي حفزنا كل الناس عن طريق التواصل المباشر او بالوسائل الالكترونيه المتعدده انهم يجوا يطبقوا او يزودوا من او يعالجوا هذا الانخفاض في القيم عشان لا قدر الله لم يحصل مطالبات او تعويضات ما يقعش فيما يسمى تطبيق شرط النسبيه اللي هو فرق بين القيمه المؤمن عليها وقيمه الممتلكات وقت الحادث يعني. طيب توقعات حضرتك ايه يا دكتور لحجم الاقساط العالميه خلال العام؟ الاقساط هو طبعا في تقارير طلعت بتقيس هذا، وتتوقع انه في 22 قد يصل الاقساط الى حوالي 7 تريليون دولار. احنا دلوقتي في السوق المصري يعني في السنه اللي تافت يقدر يعني عن السنه اللي قبليها قد نصل الى حوالي 50 مليار جنيه في الاقساط في الداخل، لكن عالميا هو بيدور حوالين الرقم اللي انا قلته. يعني هو ده المتوقع. طب هل هتقوم شركات التامين مثلا بتشديد الاسعار في تامين الممتلكات مثلا لمواجهه هذا التضخم؟ لا، هو مش هيحصل في الاسعار، لكن انا قلت لحضرتك هيحصل عمليه تصحيحيه في التامين بالقيم الحقيقيه يعني. طيب برأي حضرتك يا دكتور يعني انا قلت 7 تريليون دولار مش 70، 7 تريليون متوقع بالنسبه عالميا للاقساط يعني. ده طيب. التقارير اللي طلعت يعني مؤخرا يعني. وتقييم حضرتك ايه للارقام المتوقعه دي؟ هو انا احنا الحقيقي مش هيكمل 1% عالميا يعني، او يدور من نص الى 1% معدل النمو الحقيقي. انما بالنسبه لمصر بالنسبه لينا برضو نفس المؤشرات، النمو كله هيكون في العمليات التصحيحيه اللي هتحصل، وان كان احنا طبعا انت عارفه زي ما انا قلت في البدايه التامين هو انعكاس او مراه للاقتصاد. اذا حجم الاستثمارات ان شاء الله ننجح في هذا حصل زياده فيها التامين بينمو معدلات الاقساط. طب ده يخليني اسال حضرتك عن هل تحريك اسعار الفايده من قبل البنوك المركزيه بشكل عام هيعزز عوائد استثمارات شركات التامين على المدى الطويل؟ ممكن، لانه بس هو الموضوع هيبقى بطيء بالنسبه لنا، لكن احنا هو العمليه عرض وطلب. التامين عندنا زيه زي اي سلعه بتقوم على قوى العرض والطلب. العرض شركات التامين عندها كل المنتجات، الطلب بالنسبه للتامينات العامه هو معدل الاستثمار في البلد يعني، لانه ده اللي بيشكل الطلب على ايه؟ على التامين. مش هقيسه بالطلب الفردي، واحد بيامن على عربيته، واحد لا، الكلام ده في الممتلكات والمشروعات الهندسيه والى اخره. يعني الملاحظ في الفتره اللي فاتت كان عندنا معدلات نمو عاليه جدا في المشروعات في التامين الهندسي على سبيل المثال. ليه؟ لان الدوله دخلت من فتره في حجم ضخم جدا من المشروعات الهندسيه اللي احنا شفناها دي كلها، الطرق والكباري والمنشات ومحطات الكهرباء، وكل ده كل ده انصب وانعكس على التامين. وبالتالي في فرع التامين الهندسي شهد طفره غير عاديه الثلاث اربع سنوات او الخمس سنوات اللي فاتوا حتى تاريخه في معدلات النمو وهكذا. طيب دلوقتي حضرتك كلمتنا عن نقطة مهمة وهي الإجراءات التصحيحية. إيه الأدوار أو الآليات الإضافية اللي ممكن يلعبها قطاع التأمين في جذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة بناء على المعطيات اللي حضرتك اتكلمت عنها؟ هو مش هو اللي بيحرك الاستثمارات قطاع التأمين، هو رد فعل زي ما قلت حضرتك، لكن هو اللي احنا نقدره امبارح كان
ولكن بنتكلم عن جذب استثمارات اضافيه. معالي رئيس الوزراء كان امبارح بيتكلم في زياره الفيوم على خطه كبيره للشرق للدوله او اعداد كبير جدا للدوله في مجال الاستثمار تحديدا وتغيير قوانين الاستثمار واللي بؤرتها هو تشجيع الاستثمار. صحيح. فده بينعكس على التامين على الفور كرد فعل. النقطه الثانيه اللي عايز اشير اليها برضو كانعكاس للطلب على التامين في تامينات الاشخاص اللي احنا بنقول عليها تامينات الحياه، لكن نفضل اسم العلمي الصحيح هو تامينات الاشخاص. اهم محرك لهذا هو معدل دخل الفرد. يعني الشخص اللي عنده فائض هيروح يأمن، اللي ما عندوش فائض مش هيروح يأمن. صحيح. فهنا احنا عندنا انا اعتقد ان احنا عندنا طلب مازال موجود على تامينات الاشخاص، لان احنا ما يقرب من 4 أو 5 مليون وثيقه هي اللي موجوده في شركات التامين، واحنا 110 مليون فرد في مصر. فانا شايف ان في مساحه لسه موجوده للطلب على تامينات الاشخاص تشكل معدلات نمو كويسه. لكن زي ما قلنا بتامينات الممتلكات دي عمليه بيحركها دايما حركة الطلب بتاعها معدلات الاستثمار الموجود. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عادل موسى، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للتامين السابق ورئيس شركه دلتا للتامين. شكرا جزيلا لحضرتك. انا اللي سعدت بلقائك. اهلا وسهلا. بشكر حضراتكم في الختام على حسن المتابعه. كنت معكم في مال واعمال، انا انجي طاهر، دمتم في امان الله.